اسمك سعيد واللقب نعاني. اي يا الزعاد متفدليك وقل لي على اسمك بالصحيح. اسمي سعيد ولقبي نعاني، عاشت نسماء. اسمي سعيد ولقبي نعاني، عاشت نسماء. مرة الحظ وقف وجاني، مرة الحظ وقف وجاني، طلعوا سيسان وعلماء، كنز وعايم فوق الماء. نظهر لك أكبر مزهار، فرصة عمري مرت بيا، مالو شاهد ذهب ديار. كي غربت وصلي ديا، كي غربت وصلي ديا، راحت جابت في الهواء، كنز وعايم فوق الماء، كنز وعايم فوق الماء، كنز عايم فوق الماء. اهلا، حل ركبك العزة. راجل مصباح ماشي جاي على ورقه باش ترقنها له باش يهز السلعه نتاعه. الو. اه نعيمه، اهلا. البارحه لو كان شفت. انت ما شفتش. اسمع امي، شعره 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 15 ولا 30 دم، حصيل طبيب ودواء. اي اي لا 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 ايه لا لا لا، اليوم ما جبتهاش معايا. خساره. و شبك تصيح؟ شنو على جرد السلسله نتاعك؟ فضحتني عليها. هيا برا، هذا فك علي من العبيد هذوم. سي عبد العظيم جاء في غيابك وقلب الدنيا بالسياح، قال احنا نخلصوا فيها في شهريه باش تجي في وقتها وتخدم خدمتها. خدمتي مخدومه انا. لا لا عزة، ما تم ورقه ما في بالكش بيها، اختي جات مخر باش تلقنها وتعطيها سي عبد العظيم. ما لقيت حتى ورقه انا. ورقه؟ اي. الو. شبك حتى وني السيده. شنو احوالك يا سيده؟ شبع ساعه انا ماني كتبتها وحطيتها. اي طلبتني على الروبه اللي سلفتها لي البارحه. اي والله باش تلقنها. اسمع فيا بعد ديك. شنو في ورقه ثاني؟ زاد محيطه هي في البارح. مش نقول لك هي هذاك شنو؟ كي غنفركس الورقة هذاك علاش راهو مازلتك شيء. اي اي لا تهنى غدوة وقت، تهنى كلمة. قول مش معقول. توا شنو؟ مش معقول أنا ورقة كنت بيدي ما عنديش ربع ساعة، ورقة خضراء حطيتها هونية باش تلقنها أنت. عليها عليها ساعتين ونص وأنا عينيا منقبة فيها تمسح فيها الزيوت هكا. هذه نزل المدير انا. عود على خاطري يا ماني، على خاطري. عليه عليه عليه، زيتي كرسي صحيح، حطيتي كرسيك المكسر. والله ظنيتك ماك جاي هذاك علاش. اما توا نعطيك قهوه نداوي لك طيح. انا ما نشربش القهوه، انا نحب على كرسي الصحيح وانت تقعد على كرسيك المكسر. شنو توا؟
نقعد وحنا نهار كل نتحاربوا على كرسي انا وياك. لو عكا المرأة تقعد على كرسي مكسرة معقولة؟ كلام هذا يقوله سي عبد العظيم مول الشركة. ما قلنا له وعملنا له تقرير في تقرير. الراجل ما يهمه كان الشركة متاعه، أما الظروف اللي نخدمه فيها ما تهموش. ضحكني على الظروف. على خدمتك هذية حقه جيب لك لهنا صالون ويكانز. ألو راضي؟ على السلامة. عصبات متاعك. أي لا والله أنا كنت باش نجيبولك البارح، أما تعرف مصبحين في المطار، بنت عمتي جاية من ألمانيا هذاك علاش. لا لا تهنى غدوة. واه لا لا تهنى تهنى. أي بسلامة. مسكينة ياسر خدمة عليك والله ياسر الحق. تجي العشان تاع الصباح كسكروت وتمسح يديك بالزيت في الأوراق متاع الناس وتليفونات على الصبابط وعلى الروب وعلى السلاسل. لا والله تعب. لا الله يكون في عونك يا مدام خروع يلي تشرب الماء وضيق على الشجر. شنو انتم ما تعذروش اللي المراه اللي تخدم؟ ها تيعذروا يا ناس. اعذروا المراه اللي تخدم، تراي شارع ودار وتليفونات اصبابك وهبط صوابعك ما تحطهمش في وجهي من فضلك. امشي الحكايه هذه احكيها لسي عبد العظيم مدير الشركه وقال لك حل. ما وانت عاد مستانس تهزله في اخباري. قل انا انا يا عزه اللي نساعد فيك ونعاون فيك. صحيت اي بالله الذي لا اله الا هو لاني كاتبها لك الورقه ولاني معودها. لا لا عاد هو ما عليك ان انت تطلع الكتيبه لي بالزيت. انا نخدم خدمتي مره فقط. تكا الو سعيد اي او معك تليفون. الو اهلا سامي. على السلامه. شحو عمتي؟ ايوه الله غالب يا ولامتي في جرت الرياح عمره ما يرتاح. سلام خير شر. الامل اللي كنت بني عليه حياتي طاح في الماء. عامين وانا نوخر في زواجي لاني ما لقيتش محل. سامي ولا عمتي مو بنادر؟ ايه كان وعدني بالبرتمان اللي سكن فيه. تو علمني اللي هو باش يخلي البرتمان لاخته باش تعرس بعد عامين ونص. يعني عامين ونص برتمان مسكر وانا في اشد الحاجه ليه. مش فاهم مش بيهم الناس ولو انانيين للدرجه هذي. امل اللي عايش بيه ذاب. وانتي تفنك صلى الحلق اللي قبلك عرسه واللي بعدك عرسه وانتي باقي تفركسه. سعيد عزة انا يزمني حل يا عزة. يزمني ناخذ رخصة من الخدمة متاعي ونتجند باش فركس على محل. عزة حتى وقتاش باش نقعد ما نزوجش؟ اخي باش نتزوج نهادي نخش في التقاعد. انا يزمني حل. أعطيني ورقة متاع رخصة. ترى الجرايد متاع العادة هات. كمل هذيك كمل هذيك. خليها هكا يقعدوا لك 40 مليم عندك. كلا سي مختار. سي مختار ما قاعد نحكي انا وياه. شد بقعه يا خي وحد يجي طريقك. يقعد ولدي يقعد. ايوه سي مختار قلت لي صاحبك عنده محل هاي. اي زوج بيوت
في حومة عربي في قلب البلاد، سوم مناسب ياسر، 80 دينار في الشهر؟ مال في العامة؟ هو ما ليش بيك؟ استغليتها؟ لا 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 نحما شهرية فيش نقسمها أنا والملاك، اشتر لي واشتر لي 50 دينار بهيش. يا سي انتي يا سي يا سيد قاعدين نتحدثوا رانا توجي تريخ بطبيعتك باهي 50 دينار أما استوديو راو اي خرق العادة في الطابق الخامس ما يهمش يا سي مختار الناس توا ولات تبني حتى فوق الصحاب وبلاش اسانسور الويل اسانسور اخي الواحد الواحد عنده سقيم ما باش يطلع بيه في الدروج ويهبط ما فيهوش بيت بانو راو لا انا ما نحبش بيوت البن انا معامل على الحمام وعلى دواش وعلى يا عم اسمك شبيك هكا اذا كانك ناوي باش يكريك لك انت راهو باش يكريك لي انا متفقين سي متفقين 50 دينار انا قبل هذا يا سيدي مولاه طالب 800 دينار هبوط السلام عليكم ايش بيهم الناس هذوما سي المختار يحبوا يسكنوا بلاش يا اخي قل لي من العرس لما يصفر الشيبه فركز هالناس اللي ساكنه كيفاش لقاو محلات وين نعرف عليهم انا فيلا 5 بيوت وبيت حمام جنينه هو مكيف تليفون 400 دينارات أما المليمات يا أخي وين عايش؟ عايش في دار في وسط الجيران مكرية من حياة عزيزي الله يرحمه طبعا باش نخرج نسكن وحدي ونشم الهواء يا مزمزالي قوي ساعدك شوف لي أرخص ما عندكم استديو بيت وحدة بلاش هبوط احنا ما عندناش هبوط تدفع شهرين بمنت وشهر كري تاخذ مفتاحك هو هذا رخيص 120 دينار خارق العاده هذا هايل هذا يعني 40 دينار في الشهر 120 دينار مش 40 انا نحكي على الشهر برك ما هو 120 كي نقسموا مع ثلاثه يعني 40 وليش نقسموا فيهم ما هو انت هكا قلت لي هات السلوخه اما تفهمني فهمني فهمني ما انت قلت لي شهرين ضمد وشهر كرا هذوما ما يجيو الشث ثلاثه ما هكا ولا لا باه خلي هذوما على شر ناخذ 120 دينار ال 120 دينار هذوك كي نقسموهم على ثلاثه اشهر اللي انت قلت لي عليهم قد يطلعوا 140 دينار في الشهر يا خيتي يعني بشويه 120 دينار في الشهر اوه اذا الملك الاخر يحب ياخذ معايا نص الشهريه هذا يحب يضربها الكل أنا نبقى شهر كامل أنا على الفم للريح أسمع أنا صبرت ياسر وما عادش ممكن نسكت على تصرفاتك لو كانك جيت فركس بالمشاد راك لقيت ما تستنى حتى يحنوا عليك ويجيبوا لك محل حتى لديك إذا ما تحبش تاخذني قول علاش تلعب بيا شدت لي في كل يوم ما سماش ما لقيتش يا أخي قل لي هالعمارات اللي طلعك في الفقاعة لشكون بصراحة فديت ومليت وأول كلمة وآخر كلمة تسمعها مني فركس على محل فركس كيف الناس أنا نجم على عقلين كيف نعيش معاهم الحاجة اللي يخبوها ما يرشعوا هاني إلا ما يشيحوا لي ريح صالحة يا صالحة هرمي لمصالحة يا دين ما عادش عليها وقت بس نسيق الدار شو الحالة هاي بيكم يا أنا عمي لا بيس عندك عشان تسأل أولي بالحومة لا أما نحب نسألك صالحة يا صالحة شي حريقي في هكا يا بنيتي قولي مش تحب يا وليدي فماشي دار الكراء في حومتكم اسمع يا وليدي برمش يحل كتاب على روحك الديار اللي ترى فيهم الكل ها خريب باش ترحل بماليها احنا 6 عائلات تسكنوا فيها الدار ها اللي قريب باش تهبط على روسنا أما تلقى دار ولا صايب الطفل عمين وانتي تفركس
اللي تخطفوا مع بنتي بوليدهم تو. ثم سر في الحكايه. ما عليك كنت فركس على دا. فركس فركس. يا ولدي اش تشرب؟ ما لقيتش قلت لك ما لقيتش تركز ما لقيتش ما لقيتش يا ناس ما لقيتش. الناس عليا تلوم عام ندور وعام نهوم هاري بحثوني الهموم من عيني تسب النوم من عيني تسب النوم عندك شي فكرة يا بنية لدويرة ما هي مكرية نتزوج قبل المنية نعيش نهير كل مشموم خايف لا تهرب عليا خطيبة تاخذ قمقوم الخطيبة تاخذ قمقوم يا بابا يا ابو الخسلات يا مالك برشا محلات ولدك عدو طاح ومات اسخف حن يا دمدوم نقص في سمرك روات خليني نتمتع يوم خليني نتمتع يوم يا صالح يا خو مبروك انا القاشي سكنة في فلوكة ضحكني مهلوكة في عرسي نعمل لك بوم رتحني من هالشكشوكة راضي نعدي حياتي عوم راضي نعدي حياتي عوم درت عيد حتى كليت مشيت وجيت حتى مليت لا دار وجد ولا بيت كان اللي يشحط في السوم عندي خيمة كان حبيت ننصبها رأي معدوم ننصبها رأي معدوم كل الناس علي تلوم عام ندور وعام نهوم نهاري بحثوني الهموم من عيني تسلب النوم من عيني تسلب النوم صح شيبتك لكن انا عندي خطيبة ونحبها كل ما عنديش يا سي عم الطاهر راني جيتكو خطبتك هذا حاجة سهلة بالكل الراجل اللي عطاك بنته يكمل يعطيك دار تسكن فيها انت وبنته هاي 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 كوجينا فما في قاع شبك انتي حقد الزلازي وكان تقلي دارنا الفلفل فيها لما تخنق بالدخان هذه دار بسعد فيها بنتي اقص حدير هذه صفحة من حكاية مثل الخير القدام انقدمها الليلة جاية كنكملها تقول منام مثل الخير القدام اخسر واسمع يا انسان لو
طموحات كثيرة مليانة، أولها مش كل جيران والسرقة أكبر خيانة، حب الذات أشكال ألوان القلب سبحة مزيانة، وإذا جار يصبح خوان يا دنيا عليك السلام، مازال الخير القدام. تسمع أنا نسخي وانتي قول، في النهاية الكلمة ترجع إذا ما لها مفعول، وإذا العين بالفرشة تشبع والعقل مسكر مقفول، والعبرة تولي ما تنفع مش يصبح سيد الكلام، مازال الخير القدام.